أكبر. الله أكبر. الله أكبر عليك يا بشار. 8/2/2012 حي الإنشاءات، اقتحام الدبابات. هذا الحي باقتحام حي باب عمر. انظروا ماذا يوجد أمامنا. انظروا الخراب مع صوت الانفجارات. هذه إحدى مدرعات الأسد. 8/2/2012 حي باب عمر، اقتحام الدبابات لهذا الحي. هذا هو حي، هذا هو الحال. الساعة 7:30 صباحا. بابا عمر، بابا عمر تقصف. أتت على هذا المنزل وحتى الآن تقصف حي بابا عمر. مشاهدينا على متابعتنا في هذا الحوار، أرجو أن تبقوا معنا. كنان حويجة ستكون معكم بعد قليل، لكن حتى ذلك الوقت سنتابع بعض اللقاءات واستطلاعات الرأي التي أجريناها في محافظة حمص. ابقوا معنا. بنطلب تدخل الجيش لحماية من العصابات، لأننا ما نقدر نروح مطرح، لأننا ما نقدر نجي. هجرونا من بيوتنا تحت بالكرم الزيتون. العصابات المسلحة، المجموعات الإرهابية، قناصات بالشوارع.